أقامت جامعة عمان الأهلية كرنفالاً احتفالياً تحت عنوان جامعتنا تجمعنا، بهدف لم شمل خريجي جامعة منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. كل سنة نعمل مهرجان لكرنفال للخريجين. من سنة 2003 أو 2004 أو الفوج لحد الآن الخريج هو مراية الجامعة. إحنا سمعة الخريج هي اللي بتعكس صورة الجامعة الحقيقية. فإحنا لما نطلع على خريجينا كلياتهم ما شاء الله رجال أعمال، أصحاب شركات، دكاترة بدرسوا عنا في الجامعة، بدرسوا في جامعات تانية، كملوا دراسات عليا. فإحنا هدول هم اللي بيرفعوا الرأس وبيشرفونا. وتأكيداً على تقديم الدعم للطلبة الخريجين، أتاح الحفل فرصة تقديم فكرة مشروع لتحاضنة الأعمال الخاصة بالجامعة التي توفر دعماً فنياً وتقنياً ومالياً. سعيد أيضاً بمشاركتي بهالكرنفال الحلو اللي يقيم في جامعة عمان الأهلية، وإن شاء الله منقدم أجمل ما عندنا وبيكون كل شيء حلو. بحضور رعاة الحفل ومجموعة من الفنانين والفرق الموسيقية، أكملت الجامعة احتفالها بفقراتها وفعالياتها المتنوعة.